نوريكم بقى خلطه الكيكه. الكيكه جميله جدا، عايزه اقول لكم طعمها كمان ظريف قوي. انا عاملاها على شكل انجلش كيك، يعني في القالب بتاع الانجلش كيك، عشان بصراحه شكلها عاجبني اكتر. طيب هنبقى محتاجين بقى ايه؟ كوخ الكومبوت ماشي، مع العصير بتاعه او العسل بتاعه. معانا كمان زيت، سكر، دقيق، بيكنج باودر، لبن، بيض، وكمان خوخ مقطعاه مكعبات. الخلطه هنمشي بيها ازاي؟ هنحط كده البيض وهعملها في الخلاط ماشي. انا بحب دايما بصراحه اعمل الكيكه في الخلاط اهو. مع السكر اضرب البيض مع السكر كويس قوي. نحط الزيت كده، احط اللبن، احط العصير او العسل بتاع الخوخ، هنا هنحط بقى البيكنج باودر كده مع الدقيق ونلخبط كويس قوي ماشي. وابتدي احط الدقيق معلقتين معلقتين، وننزل مقادير الكيكه، بس انت ايه خليها شويه ماشي. اهو حطيت حطيت هنا 4 معالق. احط هنا، نحط 3/4 الكميه، وبعدين نحط ده كده، بعدين اكمل. بس من طبعا ما نعملهاش على الاخر عشان لسه هي هترتفع. خلاص اهو دلوقتي بصوا، دي الكيكه اللي انا عاملاها نسخه، شيلها بس كده ماشي. بصوا لونها فاتح وجميل جداً.